شكرا يا ماجد. نعود ايضا اتصال عبد الله. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عندي سؤال بس الشيخ. سم، ما هو؟ هذا السؤال، في حديث اللي يقول ان الرجل لا يعمل بعمل الجنة فلا يبقى فيسبق عليه الكتاب ولا يبقى بينه وبينه الا ذراع فيدخلها. واللي بالمقابل طبعا اكمال الحديث طبعا اللي يقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار. طيب. نعم. ابغى تفسير الحديث. نعم. هذا هل يشمل الحديث هذا الكافر ولا يشمل المؤمن الفاسق؟ تفضل يا شيخ صالح، تفضل. هذا حديث صحيح. نعم، هذا حديث صحيح، ومعناه ان الاعمال بالخواتيم، لذلك يجب على المسلم ان يخاف من سوء الخاتمه. نعم. وان يحسن عمله ويداوم عليه، يتجنب الذنوب والمعاصي لئلا يهجم عليه الموت وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، بل يتصور الموت فيكون على استقامة وعلى دين، حتى إذا نزل به الموت إذا هو على عمل صالح فيختم له بالخير. نعم. يقول إنه هل هو خاص بالمسلمين؟ عام؟ لا، هو عام في المسلمين والكفار. جميل. نعم. الكفار قد يسلم الكافر قبل الموت فيدخل الجنة. نعم. فالخاتمة لها اعتبار في حق المسلم ولحق الكافر. نعم. نعم.